إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، وعن عباده الصالحين، أنهم كانوا يحرصون على أن يقبل الله سبحانه وتعالى منهم عملهم وتوبتهم ودعاءهم، فكان حرصهم على استيفاء شروط القبول، وخوفهم من ألا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم، كان هذا الأمر مما يشغلهم مع صلاح أعمالهم واستقامتهم وأخذهم بأسباب القبول، فغيرهم أولى بأن يكون أشد حذرا من ألا يقبل منه. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام، عندما كان يبني بيت الله هو وابنه إسماعيل عليه السلام، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان يدعوان الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهما يقومان بأعظم الأعمال يبنيان بيت الله سبحانه وتعالى. وأخبرنا الله عز وجل في سورة آل عمران عن المرأة الصالحة التي ورد اسمها في التفسير والآثار أن اسمها حنة بنت فاقوذة، وهي امرأة عمران أم مريم عليهم السلام. فقال سبحانه وتعالى: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فدعت الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها ما في بطنها: إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني خالصا لوجهك الكريم. أرادت أن تفرغه لعبادة الله تعالى، والانقطاع لعبادة الله عز وجل في المسجد الأقصى، فدعت الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها ذلك. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه تقبل منها لما وضعتها أنثى، وهي مريم عليها السلام، وكانت تريد أن يكون ذكرا، لكن الله سبحانه وتعالى اختار لها
أن يكون ما في بطنها مريم عليها السلام، فقال سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. ثم قص الله سبحانه وتعالى علينا في سورة المائدة قصة ابني آدم، قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فورد في الآثار في تفسير هذه الآيات الكريمة أن آدم عليه السلام كان له ابنان، هابيل وقابيل، فهابيل المؤمن الصالح، فتقرب كل منهما بقربان، تقرب كل منهما بقربان، وكان في الشرائع السابقة إذا تقبل القربان يرفع إلى السماء أو تنزل نار من السماء فتحرقه، تكون علامة على قبول هذا القربان، فجعل الله تعالى لهم هذه العلامة الحسية. ولهذا فإن المشركين يعني طالبوا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بهذه العلامة، وقالوا: لن نؤمن حتى تأتينا بقربان تأكله النار. فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك، قل: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، يعني جاءوكم بقرابين أكلتها النار، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. يعني اليهود هم الذين طلبوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم الله تعالى أنه جاء الأنبياء قبله بقرابين وأكلتها النار، ومع ذلك قتلوهم ولم يؤمنوا بهم، فإنما كانوا يطلبون ذلك جحودا وعنادا، لا أنهم إذا جاءتهم هذه الآية أو هذه العلامة آمنوا. فكان في شرائعهم أن القربان الذي يقبل تأتي نار تحرقه أو يرفع إلى السماء، فتقرب أحدهما، كان أحدهما وهو المؤمن كان صاحب غنم هابيل، وأما الآخر قابيل فكان صاحب حرث وزرع. فورد في الآثار أن هابيل لما أراد أن يقرب القربان فاختار أسمن كبش وأحسنه في غنمه ليتقرب به إلى الله تعالى، وأما قابيل فإنه اختار أردأ سنبلة في زرعه، ثم أثناء ذهابه لتقريبها أخذ ينزع منها، كلما وجد حبة صالحة جيدة أخذ ينزعها منها ويحتفظ بها، حتى لم يتبقى فيها إلا أردأ الأشياء. فذهب فتقرب بهذا بالكبش وهذا بالسنبلة، فتقبل قربان هابيل المؤمن، فقرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فبين سبحانه وتعالى أنه تقبل من هابيل لأنه كان من المتقين، فتقوى الله سبحانه وتعالى هي من أسباب القبول. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. فكان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه توبته وأن يتقبل منه عمله عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، لقبول العمل شروط وأسباب لا بد من الإتيان بها حتى يقبل الله سبحانه وتعالى العمل، وعلى قدر تكميل هذه الأسباب يكون القبول من الله سبحانه وتعالى. فأول هذه الشروط هو الإسلام،
فلا يقبل الله سبحانه وتعالى العمل الصالح إلا من المسلم، وهذه شبهة بسبب جهل المسلمين، يظنون أن الإنسان لو كان مشركا بالله تعالى وكافرا به ولكن عمل أعمالا جيدة في الدنيا أو اخترع كذا أو تصدق بكذا أنه أحسن من المسلم وأن عمله عند الله سيدخله الجنة، وهذا ينافي ما أخبرنا الله سبحانه عنه في كتابه الكريم. فالله سبحانه هو الذي بيده القبول والرد، وهو الذي أخبرنا أنه لا يقبل عمل المشرك. قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقال سبحانه عن الكفار أيضا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا لا بد من الإسلام، وهو شرط لقبول الأعمال الصالحة. الكافر إذا عمل أعمالا جيدة في الدنيا فإن الله تعالى يكافئه عليها في الدنيا بالصحة والرزق والمال وغير ذلك في الدنيا، وينال جزاءه ويقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وأما الجزاء في الآخرة فشرطه الإسلام، وإلا كان العمل حابطا مردودا على صاحبه. فأول شروط قبول العمل هو الإسلام، ثم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يريد بهذا العمل الصالح، أن يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يجاهد للأجر والذكر. قال: لا، حتى إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجاهد يريد الأجر من الله تعالى، وفي نفس الوقت يريد الذكر الحسن من الناس، أن يثني الناس عليه ويقول عنه إنه شجاع وإنه جريء وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ثم كذلك من شروط قبول العمل الصالح أن يكون صوابا وصالحا، أي موافقا للشريعة وموافقا للسنة، لا يكون عملا مبتدعا مخترعا مخالفا للشريعة ومخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يقبل عمله فعليه أن يكون عمله موافقا للشريعة وموافقا للسنة حتى يكون عمله صالحا مقبولا. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه وغير مقبول. ولهذا وصف الله تعالى العمل المقبول بأنه العمل الصالح والكلم الطيب، قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالذي يصعد إلى الله تعالى ويقبل هو الكلم الطيب والعمل الصالح، ولا يعرف كون الكلم طيبا وكون العمل صالحا إلا من خلال الشريعة. وكذلك أيضا من أسباب القبول تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فكلما كملت التقوى كلما كان العمل أرجى للقبول عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من أسباب القبول
أن يحافظ الإنسان على أداء الفرائض، فإن تكملة الفرائض من أسباب قبول النوافل، وكذلك أن يحافظ على أداء العمل في وقته من الأعمال الشرعية المؤقتة التي لها وقت شرع أن يؤدى العمل فيه. وهذا جاء في وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يوصي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما، قال: إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن الله لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض، حتى تؤدى الفرائض. يعني أن بعض الناس يترك ويتهاون يترك الفرائض ويتهاون بها، يكون عليه حقوق أوجبها الله تعالى عليه لمستحقيها، فيأكل مال هذا ويغش هذا ويخدعه ويضرب هذا ويقتل هذا، ويكون عليه حقوق وترك فرائض لم يؤدها لأصحابها، ثم يتصدق ببعض الأموال أو يحج تنفلا أو كذا، ويظن أن هذا يسقط عنه ما عليه من الحقوق وما عليه من الفرائض التي لا يؤديها، يكون متهاونا بأداء الصلوات ومتهاونا بأداء ما أوجب الله تعالى عليه. فحتى يقبل الله تعالى منك ما تتنفل به، فعليك أن تحافظ على فعل الفرائض وترك المحرمات حتى يتقبل الله تعالى منك ما تزداد به من النوافل، فإن هذا من أسباب القبول. كذلك أيضا أيها المسلمون، أكل الحلال واجتناب الأكل مما حرم الله تعالى، فطيب المطعم أيضا من أسباب قبول الدعاء، ويلحق به أيضا العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. وقال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وكذلك بقية الأعمال، فإن طيب المطعم من أسباب القبول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الصالحين من عباده أنهم كانوا يجتهدون في العمل الصالح ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته ومرضاته، ومع ذلك يخافون ألا يقبل منهم. فهذا حال المؤمن، أن يكون عمله صالحا ومجتهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يخاف ألا يقبل منه. فهذا جاء في قول الله سبحانه وتعالى، جاء في قول الله سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ورد في تفسير الآية أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: هم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويخافون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لكن الخوف هنا أيها المسلمون هو الخوف المحمود الذي يكون معه الرجاء، الخوف الذي يؤدي إلى
المزيد من الطاعة ويؤدي إلى المزيد من اجتناب المعصية، فهذا هو الخوف المحمود الذي يكون مصحوبا بالرجاء. فالخوف والرجاء هما كالجناحين للطائر، لا يطير إلا بهما. فلا بد للمسلم أن يكون دائما جامعا بين الخوف من الله تعالى وبين رجاء رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. أما الخوف المذموم فهو الذي يؤدي إلى القنوط واليأس، ويترك صاحبه الطاعة ليأسه من أن يتقبل الله تعالى منه. فالمؤمن عليه أن يجمع بين الخوف والرجاء، وأن يكون خوفه من عدم القبول هو ذلك الخوف المحمود الذي يدفعه إلى المزيد من الطاعة وإلى المزيد من مجانبة المعصية وإلى المزيد من الأخذ بأسباب القبول. فهذا هو الخوف المحمود الذي ينفع صاحبه عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.